اليوم افتتحنا يعني موسم تسويق الشلب لهذا العام تحت مساحة 10,000 دونم وفي مركز تسويق محافظة المثنى. لاحظنا وشاهدنا انسيابية عمل التسويق بشكل حقيقي. نأمل أن يكون هذا الموسم موسم واعد إلى محافظة المثنى كما شاهدنا موسم تسويق الحنطة. إن شاء الله نعمل أنه نصل إلى أكثر من 10,000 يعني طن في هذه المحافظة. جاهزين، مركز التسويق جاهز، تم فتحه، كل الأمور اللوجستية جاهزة. أيضا يعني نحب نطمن الفلاحين أنه المبالغ يعني إن شاء الله سوف تصل خلال الأسبوع القادم، فبالتالي دعوة إلى الفلاحين والمزارعين يعني الاستمرار بعملية التسويق في محافظة المثنى. لافتا أنه هذه المحافظة يعني تم انقطاع أكثر من 4 سنوات 5 إلى هذا الموضوع بشكل حقيقي.